متابعينا بالسعودية أهلا بكم. نهار اليوم الأربعاء سادت عموم مناطق المملكة أجواء حارة إلى شديدة الحرارة، ونشطت رياح البوارح في المناطق الشرقية خصوصا منطقة الإحساء، حفر الباطن والمنطقة الشرقية، مما يعمل على إثارة الأتربة والغبار وبالتالي تدني مستوى الرؤية الأفقي. وإن شاء الله خلال عطلة نهاية الأسبوع تتأثر المنطقة الوسطى خصوصا العاصمة الرياض بهبوب لرياح البوارح، وطبعا رح يعمل على إثارة الأتربة والغبار مما يؤدي بالتالي إلى تدني مستوى الرؤية الأفقي. وبتتأثر أجزاء من المنطقة الجنوبية الغربية بأحوال جوية غير مستقرة تهطل على إثرها زخات الأمطار رح تكون رعدية. بالبداية متابعينا متعرف على صور الأقمار الاصطناعية الملتقطة في الصباح الباكر من هذا اليوم، مشيرة إلى وجود كميات من السحب في أجزاء من المنطقة الغربية وأجزاء من المناطق الجنوبية الغربية، مما يعمل على أحوال جوية غير مستقرة تهطل على إثرها زخات الأمطار رح تكون رعدية. انتقالا إلى خرائط سرعة الرياح من يوم الأربعاء وحتى يوم الجمعة، بنلاحظ نشاط في رياح البوارح في المناطق الشرقية خصوصا منطقة الإحساء، حفر الباطن والمنطقة الشرقية، مما يعمل كما ذكرت ببداية النشرة على إثارة الأتربة والغبار وبالتالي تدني لمستوى الرؤية الأفقي. هذا بالنسبة ليوم الأربعاء. يوم الخميس كذلك الحال، رياح البوارح لا تزال نشطة في المناطق الشرقية، وأيضا هناك احتمالية لارتفاع في الموج بسبب الرياح الشمالية التي تؤثر على بحر العرب. ننتقل الآن إلى درجات الحرارة المتوقعة إن شاء الله لهذه الليلة في العاصمة الرياض. بتسجل في هذه الأثناء 31 درجة مئوية مع أجواء غالبا صافية، نسبة الرطوبة 33% وسرعة الرياح 18 كيلومتر في الساعة. أما عن درجات الحرارة المتوقعة إن شاء الله في العاصمة الرياض لثلاثة أيام القادمين، يوم الخميس أجواء حارة جدا 43 نهارا 29 ليلا، يوم الجمعة 42 نهارا واحتمالية لهبوب رياح البوارح التي تعمل على إثارة الأتربة والغبار، و29 مئوية يوم السبت كذلك الحال 41 مئوية مع غبار، و28 درجة مئوية تنخفض ليلا إن شاء الله وأجواء غائمة جزئية. انتقالا إلى درجات الحرارة المتوقعة إن شاء الله لنهار غد الخميس في عموم مناطق المملكة، نبدأها كالعادة شمالا، وسكاكا بتسجل نهارا 38 ليلا 26 كذلك الحال تبوك، وعرعر نهارا 38 و24 درجة مئوية وأجواء صافية ومشمسة في هذه المناطق. ننتقل إلى مناطق الغربية مع المدينة المنورة، بتسجل نهارا بين 43 و 33، مكة المكرمة بين 47 و 31، والطائف بين 35 و 26 وغيوم متفرقة، وجدة 37 نهارا و 30 مئوية ليلا وأيضا غيوم متفرقة إن شاء الله. مع المناطق الجنوبية الغربية تتأثر كالعادة في أحوال جوية غير مستقرة تهطل على إثرها زخات من الأمطار، بتسجل أبها 33 نهارا 21 ليلا، الباحة بتسجل 33 نهارا 23 ليلا، وجازان غيوم متفرقة نهارا بتسجل 38 وبتنخفض ليلا إلى 32 درجة مئوية إن شاء الله. إلى المناطق الشرقية مع الدمام بتسجل نهارا 41 33 ليلا، وحفر الباطن 41 نهارا 28 ليلا، والإحساء 44 نهارا و32 درجة مئوية بتسجلها ليلا، وهذه المناطق تتأثر بنشاط لهبوب رياح البوارح التي تعمل على إثارة الأتربة والغبار وبالتالي بننبهكم من تدني مستوى الرؤية الأفقي. أخيرا مع المناطق الوسطى والعاصمة الرياض بتسجل نهارا غدا 43 29 ليلا، بريدة كذلك الحال 42 نهارا 26 ليلا، وحائل بين 37 نهارا وبتنخفض ليلا إن شاء الله إلى 22 درجة مئوية وأجواء غائمة جزئية بإذن الله.